السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم على واحد الشاب في عمره 30 عام، سميتو أمين. الخدمة ديالو عنده محل ديال البيع والشراء ديال الذهب، يعني مجوهراتي. هاد أمين كان إنسان الله عمرها دار، إنسان أخلاقه مزيانة والسمعة ديالو طيبة، كلشي كيشكر تمايا، وحتى واحد ما كيقول فيه شي حاجة ديال العيب. كان إنسان مسالم، ما كيبغي صداع، ما كيبغي غوت، كيسمع في حقه بعض المرات. المهم إنسان الله عمره دار. هاد أمين كان مازال عايش مع والديه ومع خوته. عنده المحل ما بعيش بزاف على الدار، غير شي شارع ولا جوج وكتلقى المحل ديالو. المهم أموره كاملة مزيانة إلا حاجة وحدة، أمين كان صاحب مع واحد السيد سميتو بوشعيب. هاد بوشعيب عنده سوابق قضائية وحباس داخل خارج الحبس، معروف شفار ومجرم ومعدي. الوالدين ديال امين وخوتو والناس اللي كيعرفوه كيقولوا ليه بعد من هذاك بوشعيب، راه ما يليقش ليك، ما انت ديالو ما هو ديالك، شوف هو المستوى ديالو كي داير والعيشه ديالو وانت المستوى ديالك. امين كان كيعارض كل واحد كيقول له القضيه، كيقول ليه بوشعيب ما شفت منه حتى شي حاجه خايبه، بوشعيب انسان مزيان كيريح معايا كيجمع معايا، ما عمر دار معايا شي حاجه خايبه او لد لي شي حاجه من الحانوت او طمع فيا او شي حاجه. المهم هادشي هذا كانت كتجي غير هضره وصافي، ما عمره هو شاف شي حاجه من هاد بوشعيب. بوشعيب كان كيدخل امين للمحل ديالو ديال الذهب، كيدير لي كرسي حداه وكيبقى مجمع معاه. امين خدام على راسو والاخر مجمع معاه، كيجيب لي واحد البراديل اتاي وكيجمعو بعضياتهم. بوشعيب ملي كتخصو شي فلوس ولا شي حاجه كيسلف لي امين، ما كيقولش يرجع ليا في شي مده معينه وقت ما رجعتيها. المهم كيتعامل معاه مزيان، ومره مره كيجيب لي كادويات، كيجيب لي شي خاتم، شي سلسله ولا شي حاجه. المهم كيتعامل معاه واحد المعامله ديال بصح. واحد نهار من النهارات الاخ ديال امين غادي يدوز عندو المحل، الوقيته تقريبا كانت مع 11 نهار، غادي يدوز غادي عندو شي غراض ولا باغي يشوفو ولا باغي يسول ولا شي حاجه. اين فوا غادي يوصل للمحل ديال الذهب ديال خوه، غادي يلاحظ بان الباب ما مسدودش وما محلولش، يعني قرب يتسد وبقى بحال ما هكاك. تفاجئ هذاك الاخ ديال امين، قال هذا ال11 نهار ومازال ما حلش، ياك ما كيديرش حاجه لداخل. وصل على الباب ديال الحانوت ويدفعو ودخل. مع دفع الباب كيبان لي خوه امين طايح على الارض، طايح على كرشو وغارق وسط الدم ديالو، مقتول امين. هنايا هاد خو امين تخلع بزاف ومشى كيجري على من البوليس. مشى للكوميساري اللي قريبه ليهم وبلغهم على الجريمه ديال القتل اللي تعرض ليها خوه امين في المحل ديال الذهب ديالو. جاو على الفور افراد الشرطه القضائيه، جاو على الفور الشرطه القضائيه والشرطه العلميه باش يعاينوا مسرح الجريمه. اين فوا دخلوا المحل كيبان لهم امين جثه هامده ملقي على الارض على كرشو. ملي قلبوه في الظهر ديالو كان ما كاين لا طعنات لا والو، ولكن ملي دوروه على ظهره يعني ولاو عاطيهم بكرش ديالو كانوا عده طعنات. وهذوك الطعنات غيلاحظوا البوليس انهم طعنات مختلفين، مره طعنه كبيرة ومرة طعنة صغيرة. هذا الشيء أشنو كيدل؟ كيدل على أن المجرمين ماشي واحد وإنما أكثر من واحد، جوج أو ثلاثة، لأن الموس مرة كبير مرة صغير، واحد دير جنوية واحد دير شي موس صغير. وفي هذا الشيء هذا كامل من غير واحد ضربات بالحديدة، يعني كدمات وجروح على راسو على جسم ديالو، مضروب شي ماشي بموس وإنما بشي حديدة. يعني الأفراد كما قلنا إما جوج أو ثلاثة ماشي واحد. هذه الملاحظة الأولى اللي لاحظوها البوليس، الشرطة القضائية والشرطة العلمية. الشرطة العلمية رفعت البصمات من مسرح الجريمة، من هذاك المحل كامل ديال بيع الشراء. للأسف البصمات ما عطات حتى شي حاجة، وهادشي كيدل على أن المجرمين كانوا عارفين أشنو كيديروا، كانوا دايرين ليجات أو لا شي حاجة. حاجة أخرى كيلاحظوها البوليس أن المحل كان فيه كاميرا، ولكن للأسف البوليس ملي قلبوا الكاميرات كيلقاو الكاميرا اصلا ما خدامه ما والو، وانما شحال هذه وهي خاسره. هادشي اشنو كيعني؟ كيعني بان هاد المجرمين او واحد فيهم كيعرف هذاك، كيعرف هاد امين هذا. علاش؟ لان المجرمين كانوا واخدين الحيطه والحذر من ناحيه البصمات، ولكن كيفاش ما خداوش الحيطه والحذر من الكاميرا؟ يعني عارفين الكاميرا ما خداماش، عارفينها خاسره، يعني شي واحد فيهم او هما كاملين كيعرفوا امين وعارفين المحل ديالو مزيان وعارفين عليه جميع المعلومات. ومن خلال الابحاث والتحريات اللي داروا البوليس على المحيط ديال امين وعرفوا العلاقات الاجتماعيه ديالو ومع من كيريح ومع من كيمشي ومع من كيجي، كيلقاو مصاحب في اغلب الحالات ديالو مع اناس عاديين ومسالمين ما عندهم لا سوابق قضائيه لا والو، الا شخص واحد هو هذاك بوشعيب. هادشي اللي غادي ياكدوا ليهم الاخ ديال الضحيه
والعائله ديال الضحيه، اكدوا لي مع القضيه هذه، قالوا لي ما ودي ولدنا الله يرحمه كان صاحب مع ذاك بوشعيب اللي هو حباس ومجرم داخل خارج الحبس، وعينا ما نوصيه ونتبراو فيه، ولكن هو كان راسه قاصح وما بغاش يبعد منه. البوليس مشاو كيقلبوا على هاد بوشعيب فينا هو، مشاو للبوليس الدار ديالو كيدقوا، كيخرج الاب ديالو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كاين بوشعيب هنايا؟ قال لهم لا. فين مشى؟ مسافر. امتى سافر؟ ودابا تقريبا واحد اليومين. يومين هي تقريبا المده فاش تقتل هاد الذهبي امين نيت. قالوا لي فين مسافر بالضبط؟ قال لهم الله اعلم، انا ولدي بوشعيب ما كيقول لي والو. المهم هذاك راه اصلا هو مسخوط الوالدين وحباس ومجرم، وانا عيت معاه انا اقلب على خدمه شريفه وهذا كذا وكذا، ولكن ما كيسمعش. قهرني يا سيدي، قهرني هذاك الولد. هنا البوليس خاصهم ضروري يشدوا هذا بوشعيب لانه مشتبه فيه رقم واحد في هذه القضيه، خاصهم يقلبوا عليه كما قلنا. داروا عليه واحد المذكره بحث وطنيه فعلا نيت، وفي ظرف ايام قليله غير تلقى القبض على هذا بوشعيب في واحد المدينه اخرى مجاوره لهذه المدينه هذه. كيشدوه البوليس وكيجيبوه لابيجي اللي شاد هذا الملف. اهلا سي بوشعيب. قال لهم علاش شديتوني؟ انا اش داير؟ مالنا اش داير؟ هنا يبدا كيخرج في عينيه في البوليس. قال لهم انا ما داير والو وما عندكمش الحق تشدوني، انا سيدي انا تبت ملي خرجت من الحبس اخر مره ما بقيت كندير حتى شي حاجه خايبه. البوليس هما كيهضروا معاه كيلاحظوا واحد القضيه، كيلاحظوا ان يدو حازم عليها واحد الفاصمه بحال مجروح فيها او مضروب فيها. اول حاجه غادي يسولوا عليها، مالك في يدك؟ مالك حازم عليها ديك الفاصمه؟ قال لهم اه هادي. قالوا لي اه هادي، كنهضروا على شي حاجه اخرى على يدك. قال لهم هادي تعرضوا لي واحد جوج شفاره وجلسوني. اش خداو لك ملي جلسوك؟ خداو لي واحد المبلغ ديال الفلوس. شحال؟ واحد المليون تقريبا. وانت مليون من جاتك؟ انت ما خدام ما والو غير حباس. كنت خدام الشاف، انا كنت خدام، خدمت في ما خليت فين خدمت، ضربت تماره وجمعت هذاك المليون، باغي ندير راس المال وندير شي بيع وشريه شريفه ونبعد من الاجرام هذا. وابو شعيب باش ياكد لهم الهضره ديالو انها صحيحه جبد لهم واحد الشهاده طبيه. قال لهم هاد الشهاده الطبيه راني درتها ملي تكريسيت، مشيت كنجري للسبيطار وداووا ليا تمايا وعطاوني الشهاده الطبيه باني تكريسيت في البلاصه الفلانيه. البوليس ملي شافوا الشهاده الطبيه اللي دار هاد بوشعيب هذا كيلاحظوا واحد القضيه، كيلاحظوا بان التاريخ ديالها هو نفس التاريخ ديال القتل ديال هاد امين هذا، يعني من وراها مباشره، يعني بحال تقريبا هذاك مات مع الصباح، الشهاده الطبيه كانت في العشيه. هذا هو الحاجه اللي خلات البوليس انهم يشكوا في هذا بوشعيب اكثر واكثر. قالوا مع روسهم ربما هذا المجرم هذا قتله وباش يوهمنا وضل العداله مشى كيجري ودار راسه انه دكليسا ومشى للسبيطار ودار شهاده طبيه باش يدوخنا. هنا البوليس هما ينوضوا وهما يقوموا بالتفتيش ديال هذا بوشعيب هذا، قلبوا لي حوايجو مزيان. اشنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد المبلغ ديال الفلوس مهم، تقريبا واحد جوج المليون. ملي شافوا هذيك جوج المليون قالوا ليه قول لنا جوج المليون من جاتك؟ وا ديالي يا الشاف، ديالك ياك قلتي ديالك، يلا جمعتي مليون وداوه لك هذوك الشفاره، وهذه من جاتك؟ وانت ياك الجامعه او بالسلامه، انت فاش كتخدم بالسلامه تجمع المبلغ كامل في واحد الظرف قياسي؟ يعني كتكريسي عباد الله. قال لهم لا، ممكن كنجريسي ما والو، كنخدم بالحلال، كنخدم هنا هنا هنا. المهم في الاخير ما قدرش يبرر مين جاب هذيك جوج المليون. وهنا البوليس باش يقطعوا الشك واليقين علموا النيابه وطلبوا الاذن باش يقلبوا الدار فين كيسكن هذا بوشعيب هذا. فعلا نيت هزوا هذا بوشعيب في الطوموبيل ديال البوليس وداوه للدار ديال والديه، لانه اصلا كان كيسكن غير مع والديه. هنا البوليس غادي يقولوا للاب ديال بوشعيب ورينا البيت ديال بوشعيب فين كيبات، وراهم البيت ديالو. فعلا نيت لقاو البوليس ان هذا البيت هذا مسدود ومسورت بالساروت. سولوا الاب ديال بوشعيب علاش هذا البيت هذا مسورت؟ ياك ديال ولدك وما مزوج فيه ما والو، عايش غير بوحدو، علاش هو مسورت بهذه الطريقه؟ قال لهم هذا الولد هذا سيدي راه قهرني، راه بحال حاكم ليا هنايا، شاد ليا هذا البيت صحه، ما باغي يخدم، ما باغي يردم، ما باغي يدير شي فايده بحالو بحال الناس. علاه هو ما خدامش؟ قالوا لي البوليس. خدام فين خدام سيدي؟ هذا كيبقاني عسل 12 نهار، كيمشي كيدور يريح مع الشمكاره ويريح مع مارت فين، كيجي تلتالي الليل عاوتاني. صافي هنايا بان البوليس بان هذاك الهضره ديال الكريساج وانا هذيك الفلوس كان خدام فيها بالحلال هذاك الشيء غير كذوب. خداو الساروت مع البوشعيب وحلوا هذا البيت ودخلوا كيقلبوه. هنا البوليس غادي يكتشفوا المفاجاه الكبيره، اشنو غيلقاو في هذاك البيت؟ غيلقاو فيه واحد الكميه مهمه ديال الذهب. كان دايرها بوشعيب في واحد الساكادو وحاطو تمايا بعناية مخبي تمايا، وكيلقاو شي فلوس اسبيس، وهاديك الفلوس كانت عامرة بالدم. هنا البوليس حجزوا هذاك الذهب وحجزوا هاد الفلوس هادي وخداو بوشعيب وداوه في حالة اعتقال، داو لمقر الشرطة القضائية باش يعمقوا معاه البحث.
قالوا لي شوف السي بوشعيب، دابا نتايا ما عندك فين الدور، هنا ولا هنا، تهمة لاصقاك لاصقاك، انت اللي قتلتي صاحبك امين، هذاك صاحبك ودار فيك الثقة، غدرتيه وقتلتيه وديتي ليه الذهب، هاو الذهب لقيناه في البيت عندك، وهاد الفلوس هادي اللي هي اسباس وعامرة بالدم، وهاد الدم اكيد هو ديالك ملي كنتي مجروح في عملية القتل ديال صاحبك امين، هزيتيهم وتلطخو بالدم، هادشي كامل كيدينك، غير قولينا الصراحة وشكون الناس اللي شاركوك هاد العملية هادي. المهم هاد بوشعيب هذا في نهاية المطاف بقى غير كيدور في عينيه، ما لقى ما يقول، صافي وحل. هاداك الذهب مين يبرر للبوليس المصدر ديالو؟ وهاديك الفلوس مين يبرر المصدر ديالها حتى هي؟ اشنو غيدير؟ اشنو غيقول؟ في النهاية قرر انه يعترف وقال لهم الصراحة، قال لهم فعلا نيت انا اللي قتلته. شكون اللي عاونك في هاد القضية هادي؟ عاونوني واحد جوج صحابي مزيان، عاولينا لافير من الاول للاخر. قال لي هاد المجرم تاع شعيب هاد الغدار، قال لي انا هذاك امين الله يرحمه كان صاحبي، كنت كنريح عنده في المحل، ما كيكون عندي ما يدار كان مشى نريح معاه ونجمع معاه، كيجيب لي مسكين اتاي والحلوى وهداك الشيء، كنجمع معاه كنريح معاه ساعه جوج فيما كنكون محتاج الفلوس كيسلفني. المهم الله يرحمه كان كيتعامل معايا مزيان، الشهاده لله، هذاك السيد الله يعمرها دار ما عمره خسر لي شي حاجه. قالوا لي البوليس هذاك الشيء علاش قتلتي الغدار، مزيان كمل. قال لهم انا كنشوفه كيلعب في الفلوس، المحل ما شاء الله عامر بالذهب، المجر ديما عامر الفلوس، التجاره ديالو خدامه مزيان، وانا ما عنديش، انا يلا خارج من الحبس وما عندي حتى شي حاجه، بغيت ندير شي حاجه ديالي ما قدرت، عييت ما نقلب على خدمه ما لقيتهاش، كيعرفوني مدوز الحبس ما كيبغي حتى واحد يخدمني، صافي تقهرت. بالي البلان في صاحبي امين انني ندي ليه هذاك الذهب ديالو ونعيش الحياه تانية، وانا بوحدي ما غاديش نقدر على هذاك امين، لهذا استعنت بواحد جوج صحابي مجرمين تاهما كانوا دوزوا معايا الحبس قبل، مشى عندهم وهضر معاهم، قالوا لي شوف، قال لي هما كاينه واحد الهمزه، شنو هي الهمزه؟ واحد السيد عنده محل ديال الذهب، غادي نديوه ليه، غادي نصفيوه ليه وغادي نديو ليه هذاك الذهب ديالو وغنديو ليه الفلوس، والقضيه مضمونه وفلوس خياليه كاينه تما، وغادي نطلعوا على وجه الدنيا وغادي نعيشوا الحياه. هنايا دوك جوج مجرمين واخا هما حباسه وداك الشيء ولكن خافوا، قالوا لي واش هاد الشيء ما فيش شي خطر ولا شي حاجه، البوليس والمخزن والشوهه واكيد المحل فيه كاميرا. هنايا هاد المجرم هاد تاع بوشعيب قال لهم الكاميرا اصلا خاسره، علاش البوليس كانوا على حق ملي عرفوا ان الكاميرا خاسره، وهاد المجرم كان داير اللي قالت، يعني بان لهم البلان بان السيد هذا ثقه كيعرفوا امين مزيان وكان عارف المحل ما فيش الكاميرا اولا الكاميرا خاسره. قال للمجرمين صحابو كاميرا خاسر ديال المحل، قالوا لي هذوك صحابو الحباسة ها هو الناس اللي في الشارع والناس اللي في الزنقة ما غيشوف حتى واحد داخلين ولا خارجين. قال لهم لا، انا عندي واحد الخطة ذكية بزاف، هذاك امين صاحبي انا غندخل انا الاولاني، ملي غادي ندخل عادي داخل المحل انا راه صاحبو كل شي عارفني كندخل عدو، غادي نخلي الباب محلول، اين فوا ندخل ونريح واحد شوية توبة بالخف، غتشوفوا الدنيا خاوية وصاقلة وتا واحد ما كاين في الشارع، غدخلوا من وراه يديرك تما وغتسدوا الباب، وهاديك الساعه غادي نهجموا عليه في خطره واحده. صافي مشاو على الاتجاه هذا، فعلا نيت النهار الموعود ديال الجريمه ديالهم، فقد امين جا الخدمه ديالو، يلا غادي يقول بسم الله، يلا حل المحل تقريبا مع ديك 9 ديال النهار بحال ما هكاك، حل ودخل، يلا قال يا هادي بحال ما هو خدام، يلا دخل المحل، يلا باغي شطاب ولا شي حاجه، دخل عندو امين هذا، دخل عندو ولها بالهضرة مع هو صاحبه كيعرفو، صافي الاخرين بقاو سامرين قدام المحل وكيتسناو الفرصة المناسبة، ما يكون حتى شي واحد في الزنقة وتا واحد ما كيطلمش الشرجام او شي حاجة، بانت لهم الدنيا ساقرة وتا واحد ما كاين، او ما يدخلوا بالخف في المحل، سدوا الباب وراهم وبالخف جبدوا الجناوة كاملين او بداو عليه هذاك امين بالضرب والجرح، ابداو كيطعنوا فيه كيطعنوا فيه اللي حتى طاح الارض وما فهم والو. هنا ديك الجرحه ديال هاد المجرم بوشعيب مين جاتو معهم كيما قلنا بثلاثه بيهم عندهم جناوه، واحد كبير واحد صغير واحد مويان، هادشي علاش الطعنات كانوا مختلفين في الجسم ديال الضحيه. واحد من هذوك المجرمين اللي كانوا كيقتلوا في امين بغى يضرب امين هو يزقلو وضرب الايد ديال بوشعيب وهو يجرحو فيها، هادشي علاش هو تجرح في ايدو بهذيك الطريقه. المهم اللي قتلوا هذاك امين كشطوا المحل، خوه مزيان من الذهب، داروه في واحد الصاك كبير ديك الذهب، ومشاو للمجر حيدوا منه الفلوس الاسبيس اللي كانت تمايا. بوشعيب هز الفلوس اللي كاينه في المجر، وهذاك الشيء علاش تلطخات بالدم. هنايا ملي داروا الفعله ديالهم خرج هذاك امين شاف الجو كيدير برا في الزنقه،
حتى بان لهم ان الزنقه خاويه، ما كاين حتى شي واحد، وما يسلتو هربوا. هنا البوليس قالوا ليه شوف اعطينا العناوين ديال صحابك الاخرين اللي شاركوك في الجريمه. اعطاهم العناوين والاسامي ديالهم، مشاو اعتقلوهم البوليس على الفور، وقبل ما يحقوا معاهم مشاو ليهم لديورهم بجوج بيهم. كيقلبوا في الدار ديال الاولاني كيلقاو فعلا نيت واحد القسط ديال الذهب وشي بركه ديال الفلوس. المجرم الثالث حتى هو يقلبوا ليه الدار ديالو، كيلقاو واحد البركه ديال الذهب وواحد شويه الفلوس. يعني هما الناس كانوا قسموا هذاك الشيء، وملي حقوا معاهم البوليس اعترفوا بالجريمه ديالهم من الاول حتى الاخر، وقالوا بان المدبر والمخطط وراس العمليه كامله هو ديك بشعيب، هو اللي زيغنا، الله ياخذ فيه الحق. حنا ما كناش باغيين نمشيو ونقتلوا هذاك السيد، حنا يلا كنديروا مناتيف على قد الحال، دابا الله يستر ورطنا في هذه القضيه. المهم بقاو كيتندموا وبقاو كيعايروا في هذاك بشعيب وكيسبوا فيه. وملي شاف راسو داك بوشعيب مضروب في يدو بهذيك الطريقه، قرر انه يوهم البوليس ويضلل اي واحد يقدر يشك فيه. اشنو دار؟ مشى سافر لواحد المدينه بعيده وداوى يدو من هذيك الجروح اللي كانت فيها. مشى لواحد الصيدليه خد الدواء، خد المسائل باش يعالج يدو، دار على فاصمه ومشى كيجري، مشى للسبيطار باش ياخذ شهاده طبيه. على باله هو ملي غادي يسولو البوليس وحقوا معاه يقول لهم انا هذيك الساعه دكريسيت وتعرضت لواحد العملية ديال الاعتداء من طرف واحد جوج مجهولين، ومشيت للسبيطار وخديت الشهادة الطبية ديالي وهاي فينايا. ولكن هو كان غبي في اللحظة هذه، كيسحب ان البوليس دراري صغار وغادي يسيقوه بالطريقة هذه. هي هذيك البوليس كيفوا القضية ديال هاد المجرمين ثلاثة بما فيهم بوشعيب رأس العصابة على انها القتل العمد مع سبق إصرار الترصد والسرقة الموصوفة ومحاولة تضليل العدالة، وخداو المؤبد، خداو المؤبد بثلاثة أبيهم. هنا في نهاية الحلقة ديالنا أشنو كنستافدو؟ كنستافدو بأن أصدقاء السوء ما كيجروا إلا السوء. شهاد أمين هذا كان الله يرحمه إنسان ملتزم ومنضبط، الله يعمره دار وكل شي كيشكر الأخلاق ديالو، كان إنسان مزيان عموما. كان مصاحب مع هاد السيد اللي هو سوابق قضائية ومجرم بالفطرة. السيد عنده نزعة إجرامية في الذات ديالو، وكل شي كان كيقول لي بعد منه هذاك السيد ما يصلحش لك. ولكن امين الله يرحمه كان راسو قاصح وما تصانط حتى شي واحد، كيقول لهم بوشعيب راه عمره دار وانسان مزيان وكذا وكذا، وراه تبدل وما بقاش مجرم. ولكن المجرم كيبقى للاسف مجرم حقيقه، خاصه نتعاونوا مع الناس اللي دخلوا الحبس بشي ظرف اضطراري او لشي حاجه استثنائيه، ما كانوش هما مجرمين. هذوك الناس بوحدهم ما كنهضروش عليهم، حنا كنهضروا على الانسان اللي داخل خارج الحبس ما كيدعرش وما كياخدش العبره، والاجرام كيجري ليه في الدم ديالو بحال بوشعيب هذا غدر صاحبه. هذه جريمه ديال الغدر وخيانه الثقه والامانه اللي دار فيه صاحبه. جاب واحد جوج ناس مجرمين ودخلوا عليه وقتلوه بهذيك الطريقه البشعه. والمهمه ديال النهايه ديال الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله.